الواحد إذا صدر منه ذنب ليسر على ذلك الذنب، ليستمر في ذلك الذنب، يعود إلى الله، يعود إلى نفسه، فيتوب إلى الله. له لا تحزنون علي، لا تبكون علي، لا تتأثرون لموتي، أنه أنا نلت الحياة الأبدية، أنني أصل إلى مقصودي. الله تعالى جدا كريم. أهل البيت صلوات الله عليهم وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله جدا كرما وداعا في أمان الله. وسحابة عيني عيل ويجني غدت تمطر دموعي ودم حزيني وصابري.